سلاف ريس قطبية زيد عزيز نكاد هنا درس كودي السر مفعول مطلقي ومفعول لأجلي لبابيجين بس بري عم دس ببكين مذيد بروابي إن نشيد الحرية كنت تجهش بي أن تدشي هندك بسيارة وما سر نشيد الحرية حلقي أن أفا ما شام بسيارة جتين هل أف بسيارة وزاري هاتبون كودي شيب محلقي بخده شي اللي صعب قصيدة تشيا كيشكا المساء الأطلالة نشيد العربية كل ما ذكر غير صحيح كيش شوانايا دي كيش كي اختيار كي يلا بهل بجيرة دي بجي أبان خير كل ما ذكر غير هميت خلات بوشي نشيد الحرية يا. إلى آخره المضاد لكلمات الحر تشا دي تشبي جمن البردان عبدا نخير العبد مانا دقيق با أظن بسيارة تب محلكا كده زاني حلقه اون هكه تزاني حلقه معنى او شرحه ما بتكري تو تيجهشتي وصحته تخش اف بسياره وزاريه تاتين بخده چند يعني سهل وبصانه جي يتاتين هندك يميدانا هندك جي احتمالا وزاري يتاتين دبچينا سر المفعول المطلق مفعول المطلق افش ضابط اللغه يا. طبعا مفعول مطلق چه بوبته هندي بتركيز كتابة مدانينا مجرد تمرينة كدهاتي بس مجبورين بو قطابيا شروفك يعني شرح كين ده تبزاني كا چوه هكا هات وقلت هيدجي قلق صالة تيتن عندي هيد مفعول مطلق عندي أنواع تويهن مفعول المطلق مصدر منصوب مأخوذ من لفظ الفعل ويذكر شيء ويذكر شيء لتوكيد الفعل لبيان نوعه طبعا عدد مرات نهوت يكتب ماذا بس أفهر ذوك جلك مهم طبعا مطلق أمزاني شو ها كان بيني شو طلقة هاتي طلقة شو در كبيش ده بونج در كبيش ده بس دو بيفين وكي إيك ترسي ده بهن هم وقت دو بيف ديتن طبعا فرقش مفعول لأجله سر أفي نقطة وهند الشروط ديجيت هاي الجل مفعول لأجله دي بجينتا هنصدر دي تشوازاني هنصدر منصوب يتشوايه انطلاقا منصوب بالفتحة طبعا علامة نصب علامة رفع علامة الجر افش بديهيات انا في الطبزاني بس ما الجهة يجي اشارة يدائب اشارة بتبجي افا انطلاقا افا مصدرك منصوبة انطلق انطلاقا وقتي هاد بوما قلت اما افا تشتشتا افا تشبابتا ام بتشوازاني مفعول مطلقة بهينا بريوي انطلق هاتيا بلا انطلق انطلاقا معنى فدي بتا مفعول مطلق بوشي اش بيناسي مأخوذ من لفظ الفعل هي اش في لفظ فعلي هاتي انطلق انطلاقا بلا وجامدي تشو بيجين افي انطلق انطلاقا كيش نوعا ام دي انطلق الصاروخ انطلاقا حتى فيري توكيدا بوشي مجرد انطلق الصاروخ خلاص صاروخ شو انطلاق خلاص بوشي فوت انطلاقا ده تأكيد كات ده تأكيد كات كو يا شو يا دار كات للتوكيد بس هكا الفيري ما قلت انطلق الصاروخ انطلاقا قويا انطلاقا سريعا دي بتا شا نو بتا توكيد ها شو كتا كلمة كودي دانا فيري تصفتك بدانا بوشي بو بيان نوع نوع انطلاق شو بو يا قوي بو يا سريع بو هذا مهم قالك نقطة دوية بيان نوع طبعا افهردو كجلك وزاريتين ها جلك وزاريتين عندي بشتتا كيش كيش فون مفعول مطلقة عندي بشتتا نوعيتون شنا لبيان النوع الفعل مثلا نحب كردستان حبا هيك قد بوتا حبا حتى فيري دو بيتا توكيد بس مادم كبيرا إنايا دي بيتا شا دي بيتا بيان نوع دي بيتا بيان نوع بل يوديجي ها قلت يا تكوى انك ما ذيك كتابه ما دونك انا هاتيا لبيان عدد مرات دق الجرس دقتين هي عددا دو جرى درجه قطع دقتين هنا هذا ديبيجين افاجي مصدرك منصوب مفعول مطلق بل هذا صار مفعول مطلق جلك سهله وصامهيه هكر ما فيا ام افاف عفوا افيت وزاريه هاتين هرب بدك مساله ويت وزاريه دانين بس نشيل الحريه مشكل بو يعني بس افا وزاريه هاتين اخر احتمال عندك دي افصل مثلا من دانوبل افيه دي زوني فون حالكينو كا طبعا كم بتاكد افا افا يختلفون في القدره على خلق السرور اختلاف ايه اختلاف دي باخذ هاتيا بريوي يختلفون دي بتاش مطلق لاجله نخير مطلق احب السباحه حبا افا دي بتاش
حبا تشكدي حبا كبيرا تشكدي انا خير نهاتي افا لتوكيدا تماما افا مفعول مطلقة دو بهين چینا بابتا که گلك وزاری اشارات پیدتوت اینید الدلالة الزمنية باشه و بو کی زمنینه هند جمله دی بوده هند دی بشته کی زمن ما هندک دلالة زمنية تاین ام بجین دهینا ویرنو که استمرارية چه پیت هید پیناسه چه ماضی و حاضر و مستقبل پا ماضی چه حاضر چه مستقبل چه هکه هر سی پیت بابون معنو هر سی پیت بین استمرارية كلما ذهبت الى الكارفور رأيتك اس هندی چه ما مثلا كارفور استد كلما چه استمرارية حكم و امثال حكم و امثال چه قلق قدنت مظنة مثلا امثال قدنت مظنة قلق ميتين من صبرنا لا لكل مقام مقال لكل حادث حديث مثلا ما قال حكمتين هما حكمة بو استمرارية بو چه استمرارية چكو حكم مفعولة و ناتشت اكسبار نابن لكل زمان و همي زمان بكيرتهد حكم و امثال حقيقة علمية مثلا ده بيجي تدور الارض حول الشمس مناوصة حقيقتك علمية بردوامة نكو رجا كا رجا دينينا نا هكا حقق علمي بيت ام دي بيجين افاجي استمرارية دهين يودي با افا استمرارية ما زاني باقي حاضر بو فيت قرينة ببها بيتا مثلا في هذه اللحظة وصل اخي الان ببها بيت انا اليوم الى اخره افاجي حاضرة هكا افا ديتا دي بيجي حاضرة قال جرب ما هو الدلالة الزمنية لهذه العبارة دي بيجي دي بخده افا ببها هنا افا مستقبل تشا قال جرب الدعاء مستقبلا مثلا رحم الله فلان كاسمنا ان يرحم الى اخره هكا الدعاء تديد دعاء بمستقبليه لن تديد اداه نصب هل تنال بالرحمه تنفق ما تحبون وهشتو استقبال يعني مهم استمراريه قلك مهمه طبعا افصله استمراريه حكم ما قلت استمراريه انا مناوصه بس الدليل ما مستايده هاتبو حكمك هاتبو چه قد بو؟ قوتي افا بس بو عصر جاهلية افا بس بو عصر جاهلية وقته وصو قوتي معنوه چه؟ معنوه خلاص عصر جاهلية او اينا بو قوتي افا نابتا استمرارية چونكو متعلقة بعصر كبتنه بس افا هاتو و سؤال بودانان درست هر دو جواب بودانان درست چونكو باعتبار كتب و طلبه دا اشارة دا بوية هكا حكم بي دبتا استمرارية بله افجي بابتك اتشو افجي عندك عبارات بفايدتها كتو علمك باش تو بخو جوارجري نكا بابتك دي قواعد ضابط اللغة ما هاي المفعول لأجله آن مفعول له جي هاي ها مفعول لأجله لأجل جبرتها سأخاطرتها لأجل افا اف مفعول لأجلها ما قالك او دي امثله ونمونيات اينو افا استنتاجاويه افا بيناساويه يجوز ادرس تبيت اولي افا جهندك شروطا بما ايناي ام دون كا تفصيل ديوانا بوتا بيجم بس وقت ام خلاص من شرحي دي تو هي افان تمرين حلقي قالك مهم من ها تمرين كتابي قالك نمونيات كتابي قالك مهم من هشتا مثلا دي بيجين افا جي كانت تمرينه كان مهم من قالك وفجأة ميت حل كرينا لتبخو استفادة جلجلك جيكاي هر وصال جلج أسئلة جيتين من كده هين المفعول لأجله أو المفعول له مفعول لأجله اسم منصوب أو جي منصوبة طبعا علامات النصب ما قوتن تنوين بالفتحة فتحة يا ونون كا علامات النصب ميتين أصدر قلبي فيت قلبي من كده ما الشروط تويد بتبيجم إن شاء الله أصدرك قلبي بك يتعلق بالقلب وكي حبا احتراما رغبة إلى آخره بس هكي قلت جلوسا قياما استماعا أفنوبت قلبي شكا متبينين شوفت قوان بينين يعني شا يعني شعور يعني شعورك هستك أبو مروي شيء بي بيناسوي شا بيناسوي قال لك مهمة يذكر لبيان سبب وقوع الفعل هم بوشي سبب من شينكر يوصا چنكو هند جارة هم أف سبب قال لك مهمة هم هذا سبب ديد بوربتر لأجله لأجل سببك أجلك هاي وقوع الفعل هذا هندك شروط ما يدانين بمفعول لأجله إيكي شوان يعني وقت أوديك بتهاد بخو بكسؤال
كده سؤالات أيوة درس بيت عنا بسؤال مقدر مقدر يعني بارزة يعني ده تهزر خود سؤالك يا بوداني يبدأ بلماذا أو لما مثلا لماذا وقفت احتراما للمعلم خده احترام وقفت احتراما للمعلم تشي بشيء لماذا وقفت أوسطه أن يكون هزرا قلبيا ما قد ذتي قلبي بيت مثلا حبا احتراما ما قالك قلبي كده بيجم بتاينم متحدا في الزمن والفاعل متحد يعني شيء نفسي زماني بيتو نفسي بكري بيت نفسي وقتي بيتو نفسي بكري بيت يعني فاعلي بيت قالك مهمة وقفت احتراما احتراما لك لو قلنا لماذا وما قلت احتراما لك هي أذا أذا ديش كي مقدرة يعني تهزر خود ده بسؤال ده نه ده بسؤال نبيسي بس هكي أذا بتهوت بيجي كوب كوب كما سؤال كده شو بدي درس بيت أنا بلا درس بيت وقفت احتراما لك نكال فيريم وقفت هي تا فعلا من الفيري بكرة وقفت احتراما لك نك نفسي يتحد الزمن والفعل في آن واحد توخته كده بس هكر قرينك بذا بقول بتا غدا آن بکره که دین آبا نخیر به گاوه نابیتا ویچه حتی اون که سوال گل اگه بسانای هاتون به تفصیلات نه هاتی نه بس دیتو خوزانی اگه چار جمله بوده اینان دا بزانی کیش جمله درسته مفعول لأجله نکه دهین اصیل تو زاریجی اید بندام دیزان که چان اقرأ حبا في القراءة حبا هو معه في الزمان ان القراءة والحب في آن واحد وفاعل ما واحد ومتكلم فأنا أقرأ أنا هذا هردو كتيدو هاتين بيبيت هاتين هذا ما تقريبا سهل ما تبينيكو هاي ملاحظة يجوز يجوز شيء يعني درستا يعني تشد وكي جوازة درستا تبشي صار يجوز يجوز تقديم مفعول لأجلي على الفعل يعني درستا مفعول به تسبيك به درستا طلبا للراحة تنزهت طلبا للراحة تنزهت أين مفعول لأجلي هنا طلبا مقدم نعم مقدم مفعول لأجلي مقدم أيضا طلبا للاستشفاء سافرت إلى تركيا طلبا يعني هوت يا أولي طبيعي قالت أفجي ملاحظك طبعا قالك أف تفصيلات كتابة دو قالك نينا بس ما احتياطا ما أوجي قوتي دو استفادك باش أم جيب كاين بلا ونمونا دي بيجين إذا سبق المفعول لأجلي بحرف الجر لا يعرب مفعولا لأجلي وإنما يعرب اسما وإن منها لما يهبط من خشية الله دي باش دي بيجي من سيدا متناقض فيت مفعول لأجلي منصوب بيت متناقض سيدا بل بوشي الفيري من خشية كسرية بوشي شكو كسرية ها مادام حروف الجر هاتن حروف الجر هاتن ده مصدر ما مفعول لأجله ده شوابتن ده مكسور بيت مشكلة نينا من حرف جر خش اسم مجرور بالكسر في محل نصب مفعول لأجله أفجي حالتك وصي ملاحظة ليست كل مصادر مناسبة لأن تكون مفاعيل لأجله إلا إذا كان رغبة من القلب والشعور إلا وصل ذهابا جلوسا سماعا قراءة كتابة سباحة إلى آخره أهمي كنا أفهمي بوشان فن نادانين مفعول لأجله چنكو نقل بينا ها ايك شاهد ما شو قلبي بون نقل بينا لوا دي باشا بوي قلبي كيشكن اذا مبتا تشجيع قلبي نوينو هشتانا مانا حياة جرأة شفقة احترام أفهمي أفا الحواس الباطنية بل تنبيها قلذيري جئتك اليوم لإكرام غدا أفجي يعني ما قلت تبتكي مزيدة إناي بس هكذا دنيا أف جملة بتهات أن أف جملة بتهات أف هردك هشيار ببنابنا مفعول لأجله جئتك اليوم لإكرام غدا باشا أسفرك هاتم دو قدر إكراما طبعا إكراما لإكرام طبعا ما قلت حرف جر هاتي درستا بتا مفعول لأجله بس بوشي قرينه هاتي غدا هي اليوم غدا أفا ناتشيو أفا أو ديوما ليس متحدا في الزمن والفاعل اتحاد نبو بل يودي جاء زيد لإكرام خالد برخب زيد وخالد غير متحد في الزمن أبا نائك زمنا والثاني غير متحد في الفاعل فاعلت والنائك أفا جهة كهات احتياطا دوتو خالت نبي أبا بل المصادر القلبية مبتا قد ديفانو خيني ديب خوزاني أفا مصادر قلبية دو بهين
چند تمرینه که مفعول لأجله ام بیجیم؟ ام چند تمرینه که مفعول لأجله ام بیجیم؟ مفعول لأجله مصدر منصوب یذکر لبیان چه؟ اوا اف بسیاره ویزاریه تاتین هشت تاتین بلکی ما اک دو خولک منه چه گرینه بس آفد بیجیم مفعول لأجله یلا کیش که درسته؟ دویل گل منو که؟ دویل گل ما حل که این ماده دیزانی کیش که؟ بسید اللهی بو چیب صاناهیه کپی ناسایه منه گوتت این مهمه سبب وقوع الفعل آفا ویزاری هاتو هه؟ سبب وقوع الفعل یادی دخل ابي الى البيت مو بعد دي بيجي بخدي ايه افجت كتابي ده هاي دي بيجي من سيدو بوبوشي افنابيت مو بعد بوشي افنابيت مصدر بوبوشي افنابيت بوبوشي حالا ما بوبوشي اتقاء امتني تشبيت بلا اتقاء امتني تشبيت بوشي چونكو يدي چوانا يدي نقل بينا يعني ابي ديجي دبخو حلقي ها او اعتماد من رجاولي قلت اعتماد بابو شست صادي سر من چل صادي بينجي صادي اعتماد سرتا تخب حركة يعني تحلك هميت شلون هي لفي فيها سيدوي وهيك تم عدلك جلك باش ادفيتن افجي مفعول لأجله ما ابدو ما هيك هنا بس دتو هي كيري دتو هي تمرين حلك او تمرينة كتابة دا جل جلكت مهم اوجي مهم افجي مفعول لأجله ما ابدو ما هيك هنا ارسبت خدي حسكت دتشينا قصيدة المساء ان شاء الله